اهلا بحضراتكم معانا مرة تانية، وبيشرفني جدا يكون معايا في هذه الفقرة سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الأمن القومي. مساء الخير سيادة اللواء. نور يا فندم، ومساء النور على مشاهدينك الكرام. سيادة اللواء، يعني عايز أسأل حضرتك عن حفظة السلام في العالم وأهمية دور مصر، وده بينعكس ازاي علينا كدولة ان احنا بنودي عدد كبير جدا بيوصل ل 3200 ضابط وجندي في الاماكن الملتهبة في العالم كله لحفظ السلام. الحقيقة مصر بتدعم التعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية لصيانة السلم والامن الدولي. وتظل مصر في مقدمة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وده منذ إسهامها الأول في عملية حفظ السلام في الكونغو سنة 60، يعني بقالنا أكتر من 61 سنة وإحنا بننفذ هذه المهام. استطعنا إن إحنا نشارك في 38 مهمة أو 38 بعثة حفظ سلام بأكتر من 30,000 فرد خلال الفترة السابقة حوالين العالم. لينا دلوقتي حاليا 3,000 زي ما حضرتك قلت، 3,200 جندي حوالين العالم في بعثات مختلفة، حتى أصبحت مصر بتعتبر سابع أكبر مساهم في العالم في حفظ السلام والأولى عربيا في هذا المجال. وكمان هل يا فندم المساهمة دي بتكون مساهمة بشرية فقط ولا منها مساهمة مادية؟ يعني الستة الدول اللي بيسبقوا مصر بيسبقوا بأعداد بشرية ولا بيسبقوا بمساهمات نوعية أخرى؟ بأعداد بشرية ومساهمات نوعية وفي ميشن كتير، يعني في ميشنز كتير قوي للأمم المتحدة احنا مثلا ممكن ما نروحوش او ليه شروط معينة، فهم عندهم القدرة دي. لكن مصر الحقيقة سمعتها قوية جدا، يعني أنا خدمت في بلاد كان وشفت القوات المصرية المشاركة في أكتر من بعثة، سواء في الصومال شفتهم أيام مهمة الأمل واستعادة الأمل، وأيام مهمة المونيك في الكونغو الديمقراطية وفي أفريقيا الوسطى، كل دول أنا شاهدتهم. والحقيقة دائما ما يشيدوا به القوات المصرية سواء من حيث الانضباط، من حيث الكفاءة، لأن مهام الأمم المتحدة بتطلب كفاءة معينة طبعا. بتطلب لغات معينة، بتطلب ترتيبات معينة، ذهنية معينة، شكل انضباط طبعا. فالحقيقة الكل دائما ما يشيد بالسرية المصرية أو الكتيبة المصرية اللي موجودة في حفظ السلام، وعشان كده دايما الطلب على مصر أكتر. ال 3200 دول فيهم ضباط جيش وفيهم ضباط شرطة وفيهم كمان بنات. يعني إن إحنا بنشارك حتى في مع بنات. والحاجة المهمة كمان اللي بتعزز من قوتنا يا أستاذ إيهاب، ان الدولة بتاعتنا عندها مبادئ في السياسة الخارجية بتاعتها. يعني اكسبتنا احترام العالم اجمع. في مبادئ وفي قيم سياسية وثوابت لا غنى عنها في السياسة الخارجية خاصة. هل يا فندم كنت عايز اسأل سيادتك، يعني هل دايما بيكون مهام قوات حفظ السلام هل هي مهام مجرد بس سياسية ولا بيكون موجودة على الأرض لمنع المناوشات ما بين الأطراف؟ غالبا حفظ السلام معناه أن كان في طرفين متحاربين على الأقل. تمام، قوات حفظ السلام هنا ليها مهام متعددة، يعني أنا ممكن أودي مثلا سرية طبية، ممكن أودي سرية فنية. سرية طبية هنا بتعالج المصابين، سواء المصابين من القتال، في قوات لمنع مثلا اللجوء القسري، لمنع النزوح القسري للأهالي، وأيضا بتعمل على بتبقى حد فاصل ما بين طرفي نزاع، بتقف في وسطهم لمنع النزاع ما بين الطرفين وبتحمي المدنيين. انت عارف يا أستاذ إيهاب قوات حفظ السلام دي قوات ايه؟ قوات عسكرية؟ تخيل انها بتصنف على انها من القوى الناعمه. طبعا، لانها يعني مهام انسانيه في الدرجه الاولى. طبعا بالظبط كده يا فندم. هنا ما هنا برضو الذكاء ازاي تحول القوى الصلبه الهارد باور الى سوفت باور، الى قوى ناعمه. وزي ما سيادتك تفضلت في الاول، ازاي تختار العناصر اللي هي مش مجرد جيش وشرطه وخلاص، لكن عنده ازاي من الوعي والثقافه باهميه القوى الناعمه واستخدام الوسائل الاقناعيه والاساليب الهادئه.
بالظبط كده، وبتعمل بقى سمعه في الدوله اللي هي فيها، يعني يقولوا والله ده في الكتيبه المصريه بتقدم خدمات كذا، ده فيها سريه طيبه طبيه بتعالج المرضى بتاعتها، دي منع النزاع، ده منع المتمردين او المقاتلين من الوصول الى المدنيين، يعني بتحمي المدنيين وبتحمي وبتمنع اللاجئين وبتمنع النزوح القسري، لها مهام متعدده وفي الاخر بتسيب سمعتها، عشان كده بتعتبر من اقوى القوى الناعمه اللي بتفضل في ذاكره البشريه. وده بقى ياخدنا يخلينا نقول ان الدوله المصريه فعلا حريصه على السلم والامن الدولي، يعني خاصه دعم السلام الاقليمي والدولي وفقا بقى هنا وفقا لقواعد القانون الدولي والقرارات الصادره عن الجمعيه العامه للامم المتحده ومجلس الامن. يعني انا ما بوديش قوات شوف سلام كده مع نفسي طبعا. ده انا دائما مع القانون الدولي. لا، وكمان انا عندي مبادئ، ودي برضو من اهم عناصر القوى الناعمه اللي هي المبادئ السياسيه المقبوله داخليا طبعا. وخارجيا طبعا. زي عدم التدخل في الشان الداخلي. واحنا بنشوف يا فندم لما بنسافر في بعض المطارات دون ذكر اسماء بعض الدول الأوروبية وغيرها، بيكون أفراد الأمن فيها بيتمتعوا بقدر من الفظاظة بيضايقك حتى وانت راكب بتقضي وقت لطيف وبتتنقل ترانزيت مثلا من رحلة لرحلة، معاملتهم مش لطيفة، مفيش ود، مفيش ابتسامة، هو عايز ينفذ بس التفتيش بتاعه وخلاص.